صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. يقول: ما المراد بقوله أحد من أمهاتها؟ يعني محارمها في غير بيت محارمها، إذا أنها تهتكت عند الناس الأجانب فهي فاعلة لأمر محرم، أما إذا كانت في بيوت محارمها فهذا لا بأس به. نعم.